السلام عليكم خاوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب. بلا ما ننسى خاوتنا اللي في الغربه، قال لك لومبارد ما يحتاجش سعيد بالرحمه، قال لك لومبارد راح يبيع كونتي، نقولوا كونتي، قال لك لومبارد راح يشري بان شيلويل اللي بهدلو محرز ادرواتي اغوش. سعيد بالرحمه اللي يبصم على موسم استثنائي، كلش داروا سعيد بالرحمه، كلش داروا، مراوغات كاينه، فنيات كاينه، لبتي بون كاينه، دريبل باي طريقه كاينه، بكل الوضعيات كاينه، مختلف الوضعيات كاينه، بلا غوش كاينه، بلا دروات كاينه، لي كوفرون لي بيت تاع لي كوفرون كاينين، لي باس ديسيزيف كاينين. واش غنزيدو اكثر من هاك؟ واش غنزيدو اكثر من هاك؟ صراحه سعيد بالرحمه كبير على الشامبيونشيب، اول مره دوك راح نقولها صراحه. انا مش كيسيو عاطفه ولاعب جزائري وكما يقولوا بعض الناس الله يهديهم ربي على كل حال، انت تشيت تشيت البيناسيونو، لا حقيقه اخي تشوفوا بعينكم يا اخي. الحمد لله كاين القنوات الرياضيه اللي راهي تعقب شاريه لي ماتش وراكم تشوفوا بعينيك يا اخي، ماناش نجيبوكم من الرصانه ولا كبير على الشامبيونشيب. سعيد بالرحمه انفجر الموسم هذا، ورغم انه الموسم اللي فات لولا الاصابه كان راح ينفجر، الاصابه اللي حرمته الله غالب في النهايه تقريبا في اواخر الموسم. سعيد بالرحمه قلت ونعاود كبير على الشامبيونشيب، سعيد بالرحمه مكان تاعو البريمير ليغ بدون زياده ولا حقيقه. سعيد بالرحمه حقيقه نقولها انا ما شفتش يعني من ناحيه فنيته، من ناحيه فنيته نحكي، والرحمة ملي جرون جوار في تشيلسي اللي خير من سعيد بالرحمة. انا وروا لي يعني، على الاقل تقولوا لي، انا مانيش كونتر ويليان ولا بيدرو ولا بالي لاعبين كبار بخلاف هازار، نحيو هازار، هازار نحيو اكوتي، وينهم الفنانين اللي كيما سعيد بالرحمة؟ وينهم اللي يديروا بتي بون؟ وينهم اللي فنانين فنانين في اللعب، في اللعب في تشيلسي، نحكي على تشيلسي مش نحكي على مان سيتي ولا ما يونايتد ولا ليفربول، نحكي على تشيلسي. انا ما شفتش كاين جوار عندهم غروباي، عندهم كذا، عندهم، انا شفت ويليان معروف بالسرعه، بيدرو كيف كيف فنيات سرعه، بصح لي بتي بون فنيات. انا جبت لي سعيد بالرحمه لحد الساعه في لي جوار تاع تشيلسي ما شفتش. سعيد بالرحمه اللي بين ومازال يزيد يبين، مازال يزيد يبين باللي راهو لاعب من طينة الكبار، لاعب فنان، لاعب بروفيل، ونعاود ونقول ونكررها للمليار، سعيد بالرحمه البروفيل تاع ازار، وضربه كبيره لما داتوش تشيلسي، خاصة يديها فريق اخر، ارسنال ولا ليستر ولا استون فيلا. ديجا نحكو حقيقه ملي راح ازار تشيلسي ماهيش تشيلسي اللي نعرفوها حقيقه. بان شيلويل، بان شيلويل لاعب دولي انجليزي في الايكيب تاع ايفنتايا، حاجه باينه هما يدعموا ولد بلادهم، هذا شي مفروغه. ولامبارد ماذا به ليكيب كل تكون من ليكيب ناسيونال تاع الانجليز، بلادو دعم بلادو، ماهوش كيما بعض الناس كانوا باغيين محرز يخرجوا من ليكيب ناسيونال، كانوا باغيين محرز يخرجوا من ليكيب ناسيونال، بن طالب، ماندي، ماندي كانوا حاوزوه، حابين يحاوزوه من ليكيب ناسيونال. هما العكس، هما يشجعوا ولد بلادهم وما يشجعوا سيرلينغ. سيرلينغ يشوفوا فيه نجم اسطوري، نجم انجلترا. بان شيلويل هذا اللي بهدلو محرز ادرواتي اغوش كما قلتها، وبهدلو لي جوال كامل تاع البريمير ليغا مش غير محرز، يشجعوه، يشجعوا الفاشل تاعهم، يشجعوا انه ولد بلادهم، يحبوا بلادهم. حنا العكس، حنا محرز، محرز قالوا المفروض ما يلعبش في ليكيب ناسيونال، محرز وما دراك ما محرز، قالوا ما يلعبش في ليكيب ناسيونال. نفس الشيء الماندي، سمحوا لي خرجت على الموضوع، لكن هذه حقيقه الله غالب ما نقدرش نسكتوا عليها، الله غالب حقيقه ما نقدرش نسكتوا عليها، ما نقدرش نسكتوا على الحقيقه، حقيقه واضحه. اذا سعيد بالرحمه اللي سجل هدف اول في الدقائق، في الدقائق الاخيره، هدف بعد ما مجهودات وبعد ما دريبلا وبعد ما عمل كل شيء جاء الهدف. من بعد سعيد بالرحمه مازال يزيد يمد، اعطى باس ديسيزيف، اعطى باس ديسيزيف. هذا سعيد بالرحمه اللي تشيلسي يتكبروا عليه، وما نقولش تشيلسي نقول لامبارد، ما نعرفش راني نهضر، لامبارد هو اللي تكبر عليه. اذا
سعيد بن الرحمن بعد ما سجل الهدف الاول زاد عطى باس ديسيزيف كافيار الجوال هاك روح ماركي. ومام شوفوا كون تلاحظوا خاوتي تلاحظوا جيدا الباس ديسيزيف اللي دارها سعيد بن الرحمن خلينا من المقاس. وكاين دو جوار كاين ان جوار ولا زوج اللي كانوا حدا الجوار هذا اللي ماركا بيه بصح عطاها له اللي هو باش الديفونسور ما يلحقوش خلاص عطاها يعني الاقصى لادروات يعني اقصى اليمين. هنا تبين لك الانسان هذا عنده في الراس. خلينا من الفنيات وخلينا من المراوغات وخلينا من البتي بون وخلينا من السرعه المهم حتى الباس ديسيزيف تاعو تلعب دور. كاين اللاعبين مام غران جوار بصح تلقى الباس ديسيزيف ناقصه عنده ما عندوش لي باس ملاح بروفوندور يعطيك كره نظيفه. سعيد بن الرحمن يعطيك كره نظيفه. سعيد بن الرحمن موقع هوسكورت اختاروا كثاني احسن لاعب. شكون احسن لاعب؟ الحارس نتاع ترونسفورد جاب مرتبه الاولى عطاوه العلامه نتاعو. الحارس جاب مرتبه الثانيه سعيد بن الرحمن 8 رغم انه سعيد بن الرحمن مد هدف وسجل هدف المفروض هو احسن لاعب لكن الحارس انقذ كرات يعني حقيقه ما نقدروش نغطيو الشمس بالغربال. الحارس الكارديان تاع برنتفورد حكم دي بال يعني ديسيزيف حقيقه. اذا سعيد بن الرحمن الان النادي نتاعو راهو لاصق في فولهام بينها في برنتفورد وفولهام ان بوا نقطه. الماتش الجاي برنتفورد تلعب في بلادها وفولهام البرة هذه ثاني في المعلومه رغم انه الجمهور ما كانش انا نعرفه الكورونا لكن مليحه كافونتاج بينها وبين المرتبه الثالثه نقطه يعني ها في الكورس تاع السباق مازال امل مام حتى المرتبه الثانيه بينها 7 نقاط لو يتعثر صاحب المرتبه الثانيه ويس بريتش البيون ولا شو اسمه بيناتهم 7 نقاط قادر حتى يلحق المرتبه الثانيه. الشيء المعروف انه يلعبوا هما البلاي اوف الثالث والرابع والخامس يلعبوا بلاي اوف يعني قادرين يلعبوا حتى المرتبه الثانيه ويلعبوا المرتبه الثانيه متكاليفيو ديريكت. من صالحه سعيد بن الرحمن يلعب في البريمير ليغ مع النادي نتاعو لانه بحكم يعرفوه اللاعبين المدرب ويعرفوا امكانياته ويعرفوا موالف يعني باللاعبين يعني انسجام بين الفريق او يلعب في فريق مثل استون فيلا اللي راه باغياته ولا واتفورد ولا ويست هام ولا اللي باغينو. انا تشيلسي نشوف فيها بالعكس هما اللي خسروا ما خسر هو ما خسرش هما اللي خسروا لانهم ما عندهمش لحد الساعه بروفيل ازار راح ازار ما لقاوش واحد يرومبلاسي ازار. هارفيتس هذا ما يقدرش يرومبلاسي ازار ما يقوليش ما كانش منها وانت تكره ولا جوار الماني صغير وكذا. انا اشوف ازار كجوار ونشوف هذا ازار هارب عليه ماذا كامل اللي عايز يجيبوه. بانشي الوال ما نهدروش عليه بانشي الوال قضيه لاعب دولي انجليزي نقطه ورجع اسطر غلام خير منه فارس خير منه بن سبعيني هارب عليه بسنوات ضوئيه باش تقول لي بانشي الوال انا باينه حابين يدعموا ولد بلادهم هذا شيء مفروغ منه. نرجع سعيد بن الرحمن سعيد بن الرحمن يبسم على موسم استثنائي من العيار الثقيل موسم من اروع ما يكون موسم للمراوغات الدريبل البتي بون كلش داروا سعيد بن الرحمن. سعيد بن الرحمن يلعب في ارسنال ريح يلعب في ما نحكيش تشيلسي خلاص ننساها يلعب في واتسهام ريح يلعب في واتفورد ريح يلعب في استون فيلا كيف يلعب في حتى ليدز راهي بريمير دروكا في تشامبيونشيب يقدر يمزي يلعب فيها ريح بكل سهوله. سعيد بن الرحمن بين للعام هذا بين باللي لاعب تكل عليه لاعب يجي منه والاسهم نتاعو تطلع يوم بعد يوم يسجل يعطيك لي باس ديسيزيف يسجل يعطيك لي باس ديسيزيف في كل مقابلات تقريبا معظم المقابلات الدريبل البتي بون الفنيات المراوغات واش غنزيد لاعب الكمال لله الكمال لله لاعب تقدر تقول عليه متكامل صحيح ماشي يلعب في البريمير ليغ بصح هذا كي تلونسي في البريمير ليغ مع الوقت يزيد يبان. هم كاين نوادي طلعوا من الشامبيونشيب قعدوا في البريمير ليغ وداروا انجازات كبيره ليستر سيتي من الشامبيونشيب راح للبريمير ليغ ودار شامبيونا كونتر مان سيتي كونتر ليفربول كونتر مان يونايتد كونتر تشيلسي كونتر عمالقه انجلترا جامي تحقروا
خاوتي هذه باينه معروفه، جامي تحقر فريق، جامي تحقر فريق. لكن سعيد بن رحمه برافو، سعيد بن رحمه يواصل بالطريقه هذه، الفريق اللي مخير في الانجليز يقدر يشريه، ما كانش هذه تاع تشيلسي ولا يقدروا يجيبوه الا اذا عاد بروفيل تاعه ما يحتاجوش. هذا ما كان يلعب في ارسنال، يلعب في اي فريق بدون مجامله ولا حقيقه. سعيد بن رحمه من طينة الكبار، كل التوفيق لسعيد بن رحمه ومزيد مزيد مزيد من التألق، ولما لا الذهاب لفريق لقدر امكانيات سعيد بن رحمه. في الاخير خوتي ملاقاتنا مع مزمن فيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.